لو مكان هم اللي فيه خططوا وبينفذوا وبيفكروا مستقبل الوطن عملناه عشان نجمع شباب مصر المخلص من كل المحافظات والقرى واللي جوه من اقصى الصعيد القناه سينا الدلتا. الحمد لله وصلنا النهارده ل 120 الف شاب تنظيمي وال 100 تقارير على مستوى الجمهوريه وال 195 مرشح للانتخابات البرلمانيه عشان نكون اكبر دايره حزب في مصر عدد المرشحين. مستقبل الوطن مش هدفه ان هو يكون عنده مرشحين ويخش برلمان، ولكن هدفه انه يحصل تقدم حقيقي في البلد. احنا شباب من البلد دي عانينا زي ما كل مواطن يعاني منها، عانينا من الصحه تدهورها والمستشفيات اللي ما فيهاش دكاتره والادويه اللي مش موجوده، شايفين معاناه الفلاح مش عارف يسد الديون اللي عليه، مش عارف يسوق المحاصيل، والدوله ما بتلتزمش باي حاجه تجاهه. عارفين مشكله الصرف الصحي والكهرباء والاناره والطرق، مشكله الاستثمار والاقتصاد والبطاله